السلام عليكم. اليوم كندير واحد الفيديو على صبع العبد او ما يسمى بوس بي او لا بات دي شيفر اون فرونسي. هذه الفاكهه يعني معروفه عند الاسبان. هذه الفاكهه كيغامر عليها الرجل البحري يعني تقريبا المغرب كامل، وتبيع بواحد الثمن اللي هو ضئيل جدا. يعني ملي غنمشيو مثلا لاوروبا نطلبوا واحد لاروسيت ديال هاد الفاكهه هادي، يعني اكله ديال هاد الفاكهه 150 غرام كتساوي 1000 درهم مغربيه. 150 غرام كتساوي 1000 درهم مغربيه. هاد 1000 درهم مغربيه هاد البحار اللي يعني كيغامر حياته وكيمشي وكيخدم غير الايام اللي كيجود عليه بها البحر، يعني راه ما تيخدمش الايام كامله، تيخدم غير الماري كبيره، والماري الكبيره يعني لا كان البحر صغير يعني ما تدخلش الموج، اما الا كان البحر كبير راه ما تدخلش ليه مسكين. هو تيبيع هاد الفاكهه تيبيعها باقل ثمن، يعني ما كتعداش واحد 150 درهم، غنقول 80 درهم، وكاين فيها لي كاليتي يعني على حساب كل حاجه والحجم ديالي. الحجم اللي هو مزيان حاليا يعني ربما كيوصل لواحد 120 درهم، هادي الكيلو. يعني فما بالكم ان لا روسيت 200 غرام ملي كنمشيو لواحد الريستورا وكندير واحد الديكور شويه وشويه المعنوس والكورفوس وواحد لاكولوازيو وكتباع ب 1000 درهم. وواحد بحار مسكين اللي كيغامر من الشمال المغرب الى الجنوب ديالو، مشي للصحراء مشي للخلا كيطيب وحده وكيصبن وحده، كيجي هنا كيلقى دياب كنسموه حنا دياب الجبل، وتيعطو واحد الثمن اللي هي سياسه التجويع. يعني اشنو التجويع؟ هي جوع كلبك يتبعك، هذه هي الطريقه. ملي كتشوف هذا البحار اللي كيغامر الى جينا غنشوفو كنلقاو ما عندوش صندال مزيانه، كنلقاو ما لابس واحد السروال زوين، كنلقاو ما لابس واحد القامجه زوينه، كيضحي مسكين وهاز الالم في قلبه وما تيعاودو حتى شي واحد. كنتمنى من الله ان هذا الفيديو، انا ما بغيتش يعني هنا نلقي الصوره على الوجوه ديال هاد الاخوان، لان كل واحد عالم بغير الله سبحانه وتعالى، وانما فقط على الفاكهه. كما تشاهدوا البحر هو هذا، والبحر كبير اليوم، راه مخليهمش يخدموا، ما مخليش البحر يخدموا، يعني كيكتافوا انه يقادوا هاد السلعه ديالهم، يعني تيهزوها من بلاد لبلاد وتيجيبوها لهاد المربيطه كنسموها حنا المربيطه اللي كيضعوا فيها هاد الشباك، حتى كيجمع ديك الحاصله ديالو كامله اللي كيخدمها. حنا غنحاول نبين واحد الاخ اللي كيخدم هاد السلعه كيفاش كيخدمها، يعني كيفاش كيوجدها. اسمحوا لي يعني ما بغيتش نبين شي واحد الوجه ديالو لان احترام لهم، ما نبينش الوجه ديالهم احترام لهم. غنشوف واحد الاخ يعني كيخدم هاد السلعه باليد ديالو. دير داك اللقاط ديالك، دير اللقاط خدم هاد الطريقة، يعني تيحي الأحجار، كيحي بالصبع بالصبع باش كيوجد لذاك الإنسان اللي هو لاباس عليه ميسور الحال، وكيدير واحد لاروسيط هو تيحيد حبة حبة وتيبيعها بأقل من 100 درهم. نتمنى أن الفيديو يفيد الجميع وأن الرحمة تكون في قلوب الناس اللي هما لاباس عليهم، ويعاونوا هاد الناس واحد شوية، طلع شوية الثمن. أعانكم الله وإلى اللقاء.